السلام عليكم، صحة فطوركم. عندنا تحديث جديد لتطبيق داتا كود، هنعاود نشرحو طريقة التسجيل. تحط هنا الإيميل، تروح تجيب الكود عن طريق الضغط على ساند، تحط هنا باسورد، تعاودو، تضغط هنا وتسجل. واللي حاب ميسجلش تقدر دير go to download. لما تضغط على go to download حروحه مباشرة لأندرويد هنا وطلع التطبيق معك. كما نشوف هنا التحديث الجديد اللي داروه هذا، انه عندك 28 ساعة. 28 ساعة هذه يضاعفوا الطاقة للناس اللي يجيبوا أصدقاء جدد للتطبيق. يعني راح يديروا هنا مثلا الأول الكلاس الأول يدي 500,000 طاقة، الثاني 450,000، 400,000، 350، 300، 250 إلى آخره، حتى نوصلوا ل100,000. يعني هذه الطاقة محدودة لمدة 28 ساعة فقط. على الجميع يسارعوا في التسجيل في التطبيق هذا ويبعثوا لأصدقائهم حتى يستفادوا من الطاقة، ومن بعد لما تكون عندهم طاقة قوية من بعد يقدر التعدين يكون بسلاسة ويقدر يجمع عملات من التطبيق هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.